الإدارة الخفية عمل صندوق تضامن سماته 0787 وخرجوا للشارع وتوا خلينا نشوفوا كيفاش يلموا في الفلوس. شكون مولى المحل؟ هو في الأول لا ما سمعتكش. الأب. الأب سجل عندك مدام. لا وليش كتبت الولد؟ اي الأب كتب محله لابنه. اي يا حاج ماك تعرف عملنا هالصندوق. اي تشوفيه الصندوق؟ اي نعم. الرقم نتاعو 0787. علاش عملناها الصندوق هذا حاج؟ طلع علاش؟ والله ماني عارف. تقريبا كي تشوف صندوق اش تفهم انت؟ تبرعات مثلا. تاع تبرعات. يعني عملنا صندوق نتاع تبرعات. ايش قولك في التبرع؟ حاجة هايلة ياسر. علاش حاجة هايلة ياسر؟ لأن إذا كان يستفيد به القليل يستفيد به. ما سمعتكش. يستفيد به القليل. يستفيد به القليل. اللي هو ما عندهش ظروف، ظروفه تعبة شوي. اللي ظروفه تعبة ايش يعمل؟ معناها باش يعاونوه ويعطوه معناها يعانى من عند المواطنين. فيها شي حاجة؟ لا سمح ياسر. أكثر شي من الصفاء هذا؟ لا سمح ياسر. أكثر شي من النية هذه؟ سمح ياسر. سمح هكا ولا؟ وأنا كنا سايرين بها حتى قبل في الظرف البيت. كيفاش؟ حتى في الظرف البيت قبل. نعم. كنا تعطي الناس القليل الظرف. دوري هيك خلينا نسمعك بالقدا يا حاج. 26 26 قلت لك قلنا قبل نعطوا. تعطوا؟ أي نعم. 26 26 هو ونعطوا للقليل. أي. وما يوصلش. علاش ما يوصلش؟ ما نعرفش. يعني إن شاء الله تو نحبوا يوصل. لا تو باش يوصل. إيه. ابدا استعداده للتبرع بمنطقة توزر. قداش عندك في العائلة؟ عندي ستة. ستة؟ ستة. سبعة محسوبة. سبعة. خمسة أولاد، خمسة أولاد وأنا والمرأة. يعني صريح سبعة، ست دينار، ست دينار، عنده سبعة ست دينار. ست دينار. الحوش نتاعك المحل. أي. إيش فيه بالضبط؟ بيوت وصالة، إيش فيه؟ فيه زوز بيوت. زوز بيوت؟ زوز ديار. وشنو الآخر؟ وطوالات و طوالات؟ وكوزينة. كوزينة، كات دينار. كات دينار. قداش تاكل من وجبة في النهار؟ ثلاثة خطرات. يعني؟ صباح قهوة وحويجة. تشرب قهوة اي؟ والقايلة فطور وفي الليل عشاء. باللحم؟ والله مش ديما اللحم. اي مرة مرة. 6 دينار 500. 6 دينار 500. سامحني تتنفس أكسجين صافي؟ تنفس. كيفاش؟ تتنفس. تتنفس طبيعي. طبيعي يتنفس طبيعي 100 دينار. قاعد يتنفس. مادام يتنفس 100 دينار. يا حاج ترقد في الليل؟ يرقد. يصلي العشاء ويرقد 11 دينار. 11 دينار. ساعة ساعة كي ترقد تحلم؟ والله ساعات مش يحلم دي 6 دينار. خاطر يحلم. خاطر يحلم دي 6 دينار. باهي عملوا له حساب؟ عملوا له حساب؟ قداش؟ 50. ما طلعلكش برشا. بحكم انت تاكل وتشرب وترقد وكذا تدفع لنا 50 في الشهر للصندوق. هي ظروفي ما تسمحش صراحه تريد شوي 50 دينار في الشهر ما تعمليش ما عنديش. قداش تنجم تدفع بصراحه؟ كيفاش؟ قداش تنجم تدفع للصندوق؟ انا ادفع لكم 5000 فرنك. 5000 من 50؟ عندك زوز بيوت وصاله وتواليت؟ يا ودي راني عندي عائله والظروف نتاعي ماشي سامحه هاك تشوف حتى في البيع والله ما نبيع في شيء. انا من الصباح قاعد لهنا والله ما تخلني من الليل. هي سامحني ترقد ولا ما ترقدش؟ ليش نعطيك 50000؟ ايه سامحني ترقد ولا ما ترقدش؟ يعطي الانسان على حسب الاستطاعه نتاعه. احكي معي انا من فضلك. ما نعطي على حسب الاستطاعه، عندي 5000 نعطيك ال 5000 وفاء. حط ال 5000 صح. ما تمسش شيء بيديك، حط له في الصندوق. انتم حق تجوا تعاونوا ما تجوش. نعم؟ حق تجوا تعاونونا. ايه نعاونوا فيكم احنا نلموا ونهزوا ونوصلوا. استنى خليه يدفع الساعه من فضلك، خليه يدفع الساعه. خليه يدفع الساعه. يا سيد من فضلك خليه يدفع الساعه بعد خذ القيمه، خليه يدفع. سامح خليه يدفع. لا يجي هنا عايش 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 ما نمسش بيدي، يجي هنا حط في الصندوق. حط في الصندوق. حط الصندوق. السلام عليكم. نعم. سلام. مش معك الصندوق جبت طفلته على الحوش توا. دارك وين انت؟ القدام هكا الحوش. انا بابها باب اخضر. بابها الاخضر. فيها الرزه هذيك. يرحم والديك. انت اللي مرتك هكا سمينه. صحتها كي بينا. صحتها. مدام سمحني اسمها رشيدة. رشيدة هكا سمينة. اي نعم. رشيدة من الدوالية ذي. من الدوالية. انت رجل رشيدة. اي نعم. انت حما جنفة. هذاك هو قيد حما جنفة. اتصل بنا الساعة 11:04. يا حاج سمحني ما زلت عندي ما نحكي معك عايش خوي. سمحني. تحدثت معايا. نعم نعم. تحدثت معايا وتحدثت معاك. عندي اتفاق معاك. وعطيت 5000 وش الاتفاق؟ تكمل بقية. تكمل هات انت هات معنا. نعم. انت تعطيني مش انا اللي نعطيك. صندوق راه مش انا اعطيت 5000 يخرج لي يا سي خذ وش قلت له 40000 40000
هاي تفضل سيدي. يرحمك. كل شهر تجوا انتم. اي حط غادي عايش خويا حط. باهي. هاي الشهر راس الشهر ان شاء الله. تعرفش علاش فلوس هذوما؟ لا مش تبرع، كياسات، ماء، ضوء، اللي عنده كوخ نرجعوا له فيلا، اكل متخرجين الشهيد العليا نوظفوه نعملوا له مشروع، احنا رانا حماله ها هاي اللي دين بيضة، فهمت؟ احنا نهزوا ونوصلوا. كذاك تحبوا نزيدكم نزيدكم يا رجل. يرحم والديك يا خويا راس الشهر نتصلوا بيك. الشهر تقول له فليسات محطوطين في كيلو. راهو عيش خويا راهو في صورة ما تدفعش عندنا اجراءات. كل راس الشهر تلقوه محطوطين. ما تدفعش عندنا اجراءات، هاو ننبه عليكم. قيد. قيد. محمد جنفة رجل رشيدة دفع 40 دينار ونمشوا له راس الشهر. يا حاج سامحني نحكي معك يا خويا. كيفاش عملنا في الباقي؟ وش هي الباقي؟ ال 45. علاش؟ علاش؟ انت عاوني كان عندك عاوني. احكي معي انا، ذاك ما عنده حتى دخل، احكي معي انا. اش معناتها؟ انت تعاوني انا ماشي انا نعاونك، انا نقدر كان على 5000 اعطيتكم 5000 وفي ليس الا. ياك تتنفس تتنفس ربي اعطاني نفس نحيولي انت. اي ترقد ولا؟ اي تحلم ولا؟ يا ولدي الحديث هذا زايد. عليه؟ زايد الحديث. يعني يعني متمتع عايش. انا اعطيت 5000 اللي نقدر عليه. باهي يا جماعه اجي نحكي معاكم نتفاهم انا وياكم. اسمعني اسمعني رامي اسمعني ما يجيش هكا. يلزموا يدفع لنا الباقي. يلزم يدفع لنا على خاطر. دور بزيرو رامي تقريبا. ها؟ وليش تعطي فيهم؟ انت نغمز فيك نقول سي. وش اللي 5000؟ اسمعني اسمعني عامل لهم شنو تصور؟ قول لهم رجعوا لي فلوس يا حمو. يا ودي خليني يا حاج من فضلك. من فضلك. رجعوا لي فلوس. من فضلك. اجانا يا خويا. فهمتني؟ اش عملنا في الباقي؟ ما ثم باقي ولا عندي باقي. 5000 هذيك اللي نقدر بالصندوق عليها. يا سيد ها وين الصندوق؟ عندي 5000 اعطيتها لكم ليس الا راهو عندنا اجراءات عندنا اجراءات عندك حتى 70 اجراء باه تكمل لي ال 45 سلعه نهز بهم سلعه والله ما نكمل لك شيء خلينا نهز بهم سلعه خليك خلينا نهز بهم سلعه وقتها هز لي الوحدات اللي لا يا ودي مش نهز مش الغورو ودي خلي نهز يا ودي سلعه هذيك سلعه لابد ان ناخذ بال 45 هز السلعه عيط لي الشرطه شنو نعمل؟ حاش تعيط للشرطه خلينا نهزوهم 45 حسن سلعه هذيك سلعه لابد ان ناخذ بال 45 يا حاج ما يجيش هكا شنو بيك شنو مش بيني؟ نضربه معلش نضربه بالصندوق يا ودي صلي على النبي اش ثم؟ شنو نحط؟ والله نضربه علاش تضرب فيا؟ والله نضربه هب شو حط هب شو هب عاد حط ايش عملت؟ والله ما جب هكا يا حاج هكا انا خزر لك سنك تو نعطيك 5000 اطلع بال 5000 يا حاج اي وين اخزر لهم اخزر لهم ها وين يخزروا لك اخزر يا حاج اخزر لها شفت هذيك شنو ولا؟ وشي؟ ها من يخزروا لك؟ ما خزر لي حتى واحد الكاميرا الخفيه يا حاج هاي استنيك في التلفزة ما هي التلفزة هاي التلفزة